واسعه تمشي ايه ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده وادي دي التيمور. ايه يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكران، روح انت بقى يا بول. ده كلام، اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقتش بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى، اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده؟ ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف، ايه كده؟ الله، ايه كده؟ امشي بلاش يا جواد! ايه الجودة؟ لا فترة ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا! طيب مرهات! الله الله الله، كنت برويني كمان! مش كنت جيل ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ دل! يا واد حرام عليك، دل بيجوا لنزلة شعبية! بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش وحده. يا ليل كفايه الراجل هيكمل. اوكي فبلاوي امشي من هنا في بجندك. يا الله امشي ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله، طب سنك كام؟ اسكت انت، ما جاء بك الى هنا ايها الفارس. تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة، براحتك. سلامة، ما براحتي يا حبيبي. باي باي. بداية انفل بجلدك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي عاوز كلمتين. يوسف ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجة فيني على طول مرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري يا فجر يا ملك الحياة. صديقي انني اسم من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لبطي شكلك ولا وشك. ساقتله هاية المرأة. انا الذي ساقف له الاحدى. ستقفين له؟ ايوه. هي الساعة كم دلوقتي؟ مش عارفة بس ساقف له. انت في عنك. هيا بنا ايها المرأة. ساقتلك. تعال ايها المرأة. غلبان غلبان. يلا يا ابو هاشم يا معبد. يلا يا ابو هاشم. والله وقعت يا خلانوسة. افوت عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومه. انت اللي اذيتي روحي. اوعي تنسي لوسه يا مصر. يا مصر اوعي تنسي لوسه. مستنياكي فارغ الصبر. ايه ده وانت سامعه عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب فتحي الباب.
هو سيبني ده في مبولة مبولة؟ حمام طبعا فيه. وديني انت اسمك ايه؟ اسمي نادية. ويطلعوني يقولوا لي يا نقة في البيت. طب والنبي نقة دخلت الحمام. عارفة يا خالتي كنت جاية لك بس الحكومة سبقت نخلي حمام النقة. انت اتجوزتي يا خالتي وانا عمري ما اخش الحمام. بالله ربنا يسترك تفكي حوليتي. فكي لها نجا انت الارض بدل ما افكها على الارض. طيب اخر الدور قايلين انا يا خالتي يا خالتي. لو وراك حاجة روحي وتعالي. بحب عمري وعشق الحبات. اوعى كوني فاكراني لوحدي. الواد زمايكا كان محسور قوي. لا يبتليكوا بنصيبه وانا اقول النسوان بتخلص من البلد. اتاريكوا مصرفين هنا. قتلكم اللي هتربيكم. ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انتي هتخوفيهم مني ليه؟ هما 19 بس. ده انتي ستك واصلة لحد هنا يا خالتي. في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا. ازيكم يا نسوان يا رمة؟ شكلكم متمرمغين في الفراس. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت يا بنتي شبكة ولا سنارة؟ سنارة يا خالتي سنارة. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانتي؟ بند. يا باكيتة يا معفنة. وانتي؟ منوعات. كله على كله يعني. الله يخرب بيكم. فتحتونا في شارع الجامع الدول العربية. ما بنزلوش ده شارع الهواء. قال يا كدابة. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا لعشرين سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت. لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بص كل واحد بقى نمكن باخوه ساعة بعضيكوا لحد ما اشوف لكم حته واسعه. استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرن سوايا من هنا. يلا من هنا. سيب من هنا ما تبصش هنا تاني. يلا يلا اتحركي اتحركي. يلا المكان مكاننا والسجن سجننا. براحتكم. مكاننا ايه يا ولية اللي انت بتعملي ده في الناس؟ بس خفيش. انا ما خافش يا الدلعات. يلا لم عفريتك وقعدي على جنب. الله. طب هم جابوا سيرتي بتجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايا اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايا؟ انا بقول شوايا؟ يا ولية انت وهي كل واحد على سريرها. يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكية. تقدم بلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ شارب سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ ما يخرب بيته الكونتر بص كل ظهر الواد. ايه ده فودة؟ ابقى اعمل لي يد ماسك اللسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي اول ما هينام انا هخلع. الله يخرب بيت مسكاتك. ولا اصلك ولا جايه منين ولا بنت مين؟ مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ حمدي وبين انه شارب. انت خايفه منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعه حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح. انت بتستهبل. افتحي له يمكن ما معهوش شرشر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فضيت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه. ماما موافقه واللي عندك اعمله. لا بقى عندي كتير وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوه تبقى نبدا تمارين الصباح. وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم.
الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فكش البس. يلا يلا سد سد نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب. يلا واحد اثنين ثلاثة هوب. واحد اثنين ثلاثة اربعة. فكرك هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع جننا. يلا نرجع. واحد اثنين ثلاثة هوب. واحد اثنين ثلاثة اربعة. فك السد. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر. ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا. احنا ننزل عشان نفكوه بس المطلقه ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما نزلتوش ليه؟ كلنا متمرنين. مش انا ولقيتي هو انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا نقسم التمرين ده على السباحه. يلا 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 يلا. اللي تابع اختها بسدها. يلا 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 يلا. نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا بنعوم في الاسفلت. يلا واحد تلاتة أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة. يلا فك الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضلة اللي هنا اللي في الخد ده. الخد ده فيه عضلة لما تكبس كده تفك. يلا واحد اتنين تلاتة هوبا. واحد اتنين تلاتة.